سيد سعدي، الاتفاقيات التي وقعت بين العراق والأردن ومصر على أساسها تبادل تجاري، هل شاهد التبادل التجاري واقتصادي بين العراق ومصر والأردن ممكن نحقق يعني تبادل؟ سيد العزيز، بالنسبة لهذا الخط العراقي ليتصل للعقبة، سألت الأخ ضيفك الكريم أنه ليش العقبة؟ أنا أعتقد الإسرائيلي تشتم ريحة النفط العراقي، هي اشتمتها من الشمال وتيجي تشتمها من الجنوب. هذا الموضوع موضوع مخطط إلى من زمان، أنه شلون إسرائيل توصل إلى النفط العراقي، ووصلت بهالطرق هاي الموجودة. هذا رأيي الخاص أنا. اما تسالني عن الجدوى الاقتصاديه، مشروع يكلف 18 مليار، مشروع يكلف 18 مليار، وما راح نعرف مستقبل العراق. احنا لحد الان وضعنا مبهم، ما راح نعرف انه ايش راح يصير بالعراق، ما راح نعرف التقلبات الاقتصاديه اللي تصير حاليا على مستوى العالم، على مستوى منطقه الشرق الاوسط، على مستوى العراق. أنا هذا المشروع أنا أعتقد مشروع ما مدروس، ومشروع يضر بالشعب العراقي، ومشروع ما منه جدوى اقتصادية أبداً. هاي 18 مليار اللي توجهت وراحت نفقت لأنبوب يمتد من نفط البصرة محاذي الحدود السعودية يعبر إلى الأردن وإلى العقبة. هذا مشروع أنا أعتقد أنه هذا مشروع غير مجدي وغير طيب. ما بي اي جدوى. سيد سعدي، سمعت تصريح وزير الماليه اللي قال احنا النقطه اللي اتفضل. اذا تسمح لي شويه تفضل. العراق من احنا بال75 فمعلومه صغيره تفيد الدكتور وتفيد حضراتكم. بال75 حصل اتفاق بين الكويت وبين تركيا على تجهيز تركيا بالغاز السائل، الغاز السائل من الكويت. الكويت ما كان عندها اسطول، ما عندها امكانيه نقل تنفذ الاتفاقية، لأنه ما عندها أي واسطة لنقل الغاز السائل إلى تركيا. استنجدوا بطرف آخر وتعاقدنا وياهم. أنا كنت ذيك الفترة من الموظفين واللي أشرفنا على الموضوع هذا، موضوع النقل بالحوضيات العراقية. الخط كان أكبر أسطول نفط موجود، هو كان عند العراق، وقدرنا ندخل بين الدولتين بطرف ثالث، عقدنا اتفاقية مع الكويت ومع الأردن على أن يكون النقل بواسطة السيارات الحربية العراقية. العراق كان بال75 يحمل ويملك أكبر شبكة لنقل المنتجات النفطية بالشرق الأوسط، اللي هو يسمى الخط الاستراتيجي. هذا الخط الاستراتيجي وين صار ما أعرف. إضافة إلى ذلك الأسطول البري اللي كان يعتبر أرقى أسطول بري موجود منطقة الشرق الأوسط. إذا إضافة إلى الطرق اللي نستخدمها بالنقل، كانت من أرقى شبكات وأرقى طرق برية موجودة منطقة الشرق الأوسط. الآن هذا كله انتهى، تفلش. الآن نعيد إحنا نمد أنبوب من البصرة إلى الأردن. هي الأردن دولة ضعيفة، وضعها أسوأ من وضعنا. الأردن من الله خلقها، الملك حسين الله يرحمه كان يستجدي حتى يعيش الشعب الأردني. إحنا عارفين الدول الصناعية والدول المتطورة وراحين نعلن الاتفاقيات. والله صحيح. مع دول إحنا نعرف وضعها وهي تعرف في وضعنا. هذا فد شيء ما أعرف أنا ليش التوجه بهذا الشكل. علماً الآن أكو شركات عالمية عملاقة تقدر تنقذ البلد مما هو فيه، تقدر تنقذ البلد من الهاوية اللي إحنا لا سمح الله نتوقع أن تحصل بالعراق. العراق الآن كل شيء مدمر، الزراعة صفر، الصناعة صفر، احنا نستورد. وإضافة إلى ذلك المشكلة الأخرى اللي أهم من هذا هي مشكلة المياه. أنا في منطقة ريفية، أنا في منطقة التاجي. الآن لو تروح إلى نهر دجلة وتشوف نهر دجلة صايرة كلها بجزرات. جميل يعني جميل. سي سعدي ذكرت لي الهاوية وأنا أريد أرجعك إلى تصريح وزير المالية السيد علاوي قبل فترة. قال احنا 10 سنوات ينتهي النفط وبعد ما عندنا حاجة لطلب أوروبا وغيره. هذا اليأس الاقتصادي على مستوى إدارة السياسة المالية والنقدية. تعتقد الآن يعني رأي السيد علاوي واقعي؟ يعني لو اكو حلول ممكن تنقذ البلد؟
لا انا اعتقد السيد علاوي صرح التصريح هذا هو مو واقعي، كان موضوع بسياسه. صحيح احنا المفروض هو كوزير ماليه ما يكون متشائم بهاي الطريقه، او ما يكون متشائم الى هاي الدرجه، لانه هذا خلق احباط عند المواطن. يعني هو كسياسي وزير الماليه المفروض يطمن المواطن، يقول له يابا احنا مقبلين على مشاريع، عندنا خطط استراتيجيه، وزاره التخطيط ده تشتغل. المفروض ما يكون بهذا التشاؤم. هو انت وزير الماليه ومحسوب على كتله، هذا وضع ما خدم، بالعكس محسوب على يعني محسوب على كتله. سيد سعدي محسوب على كتله حتى تروح السيد حيدر، هو يقول انا مستقل. اذا تسمح لي ايه، بس انا بالنسبه يعني اول يوم بعد التصريح كنت على احد الفضائيات وخاطبت السيد وزير الماليه، وقلت له يا وزير الماليه هذا التصريح بهذا الوقت غير مناسب ابدا، لانه احنا بصوره عامه وضعنا محرج. الان الارهاب موجود على ابواب بغداد، الان الارهاب موجود ويوميه اولادنا دي يروحون ضحايا وشهداء، والجماعه الحكومه اللي حدنا ما مشكله، وراح تاخذ وقت طويل حتى تشكل اطمنك، وراح تاخذ الجر وناس الجر بالطور وناس الجر بالعروب.